تمسكها في صناعة الخدمات لترجع وتكون الحسنة مع كم الأسد خرج والمياه وأتى الداعية. النقطة جاء النقطة الأولى أتأسفوا وتألموا للجنة المنظمة لهذا اللقاء، لأن كنقولوا شيئا النظام نصف العمل ولا يمكن للغربان أن تحجب الشمس. النقطة عامة شرحها لها. النقطة الثانية سؤال يتعلق بالسيد المدير الإقليمي وسأبدأ منه. سألني مواطن وهو يتقاضى في الشهر كامل 1500 درهم، سألني عن الدخل العام، الضريبة ديال الدخل العام، وعجزت عن الجواب، وأطلب من السيد مدير الإقليمي أن يجيبني عن هذه الأسئلة. لا ليس له عقار ولا أراضي إلا 1500 درهم، ليس له من 1500 درهم في الشهر، وفوجئ بالضريبة العامة على الدخل.